السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الحياة أسهل مع حياة. وصفتنا اليوم إن شاء الله غتكون اللحم مشوي، ولكن ماشي في الفران، بواحد الطريقة سهلة وتتبيلة رائعة في البيت ليك، مع تشكيلة من السلطات الدافئة، الخضر مرافقة ليه. يلا هانتوما معايا حتى الاخير تعرفوا على الوصفات والطريقه. نحتاجو لوصفتنا طريفات ديال اللحم اللي يكونوا مزيانين، يعني اللي تيصلحوا للشوا بحال جهه الكتف او لا جهه الطلوع، اللي تيجيو مزيانين في الشوا. عندنا شويه الملحه، شويه القزبر حبوب، وواحد المعلقه ديال السمن، ومعلقه الزبده اللي غندهنوا بها الكوكوط اي طنجره الضغط، غندهنوها بواحد المعلقه ديال الزبده كامله. الحاجه ان ناخذوا ديك المعلقه ديال الزبده ندهنوا بها طنجره الضغط كامله، والزبده تكون بحراره المطبخ اولا ندفيو طنجره الضغط قبل ما ندهنوا بها بالزبدة. ناخدوا العطرية ديالنا اللي هي الملحة والقزبر حبوب كافي، واللي تفضل نسمة السمن يعوض ديك المعلقة الزبدة، معلقة صغيرة ديال السمن، ونحاولوا ندهنوا بها اللحم كامل يتدهن بهذه العطريه. يستحسن ما تكونش فيه العطريه حتى نرافقوه في التقديم، ونرافقوه بالكمون والقزبر. ناخذوا اللحم ديالنا ندهنوه كامل استسمح بالخلطه اللي درنا ديال الزبده والملحه والقزبر حبوب، ونحاولوا نختاروا طريفات اللي ميدمين او اللي فيهم الشحمه هما اللي نسبقوا لتحت. وبنفس الطريقه نبقاو تندهنوا ونحاولوا ندخلوا فيه العطريه من الداخل، داك القزبر حبوب ديك الطريقه السمن والملحه، ندخلوه من الداخل فيه ونجرحوه بالموس. وعلى الطريقه حتى تنساليو كميه اللحم اللي عندنا كامله، وكيف ما قلت تنشقوا بالموس وندخلوا فيه العطريه من الداخل باش يجينا لذيذ. تنشعلوا عليه العافيه مهيله تكون دمعه، ما تنزيدوش فيه حتى قطره ديال الماء. وقت الطهي تيكون تيتراوح ما بين 45 حتى 60 دقيقه على عافيه مهيله منين تنشعلوا البوطه، ماشي تنحسبوا له منين تدور الصفاره الكوكوت. وضروري مره خصنا نحركو الكوكوت من يديها، وضروري مره خصها تتحرك باش ما يلصقش اللحم من التحت. بعد ما مرات 45 دقيقه فتحت الطنجره لقيته واجد، ضروري ما تقلبوا من بعد 45 دقيقه لانه ما مرقش، وتقلبوا الى كان وجد، ما كانش مقاو تزيدوه ب 15 دقيقه على حسب اللحم. وهو ملي غتفتحوه غتلقاوه تلقى المريقه من عنده، تيطلق المريقه. دابا لقيتو واجد، بالنسبه لديك المريقه اللي طلق لينا اللحم خديتها في طنجره اخرى وزدت لها شويه تبسيبيسه، شويه قاقله، وزدت لها شي شويه الملحه وورق الغار او ورق موسى، وغنطيب فيها الرز باش نرافقو مع اللحم. بالنسبه لديك المريقه زدت فيها زليفه الرز، هانتوما كيف ما تشوفوا كانت عندنا المريقه قليله، نحاولوا نزيدوا لها شويه ديال الماء، يعني يكون زلافه الرز في جوج سلافه الماء باش يجينا على شكل مفور. الرز تيجي عادي مذاق، تيتواتى مع لدم ديال اللحم. كاينه الطريقه ديال الطياب ديالو في القناه، كما كيف ما تتشوفوا داك الطبق ديال اللحم ترافقوه، نفرشوا له السلطات اولا الخس، ونرافقوه بالارز اللي طيبناه في ديك المريقه اولا في لدم اللحم، تيجي المذاق ديالو رائع. وغنرافقوه كذلك بالخضر مشرمله اللي غنوجدو. السلطه ديالنا تنحتاجو لها فلفله مطيشه، ثومه، قزبر، ومعدنوس، والعطريه اللازمه. اول حاجه غنديرو الفلفله تشوى سواء في الفران او لا الجمر او لا البوطه.
بعد ناخذ القزبر ديالنا، واحد الربيطه ديال القزبر ونص ربيطه ديال المعدنوس، ونحاولوا نقطعهم رقاق. ضروري ما القزبر يكون مغلب على المعدنوس، وفي حاله الا كان القزبر خفيف ما فيهش المذاق بزاف نقدروا نكتفيو هي بالقزبر. هنا درت كميه كبيره اللي تكفاني الخضر كامله. بل هنايا درنا مطيشه شويه الملحه، القزبر اللي قطعناه، ثلاثه دريسات ديال الثومه، واحد المعلقه ديال التحميره، هاد شليضه سلطه مغربيه تتبغي التحميره، واحد شويه ديال الحار. تنقولوا الفلفل ومطيشه تنقولوا الحار، يعني ملي كانت الهريسه اولا الفلفل الحار، يعني فلفله حاره اولا السودانيه مطحونه، نزعموها شي شويه فيها. طريقه البزار والخرقوم اختياري، وبالنسبه للكمون غنضيفو حتى الاخير حتى تنطفي البوطه، عاد تنضيف الكمون. كيف ما تنعرفوا ان الكمون ملي تيطيب تيولي فيه المذاق المروره، ويستحسن ما بقاوش نطحنوه بزاف اولا نديرو حبوب باش تبقى محافظ على المذاق ديالو. وفي الاخير تنضيفو زويته بلديه ونخليوها تشحر مزيان على عافيه مهيله بين ما وجدنا الفلفله قطعناها ونقيناها. ضفنا الفلفله ونخليوها تطيب بين ما تشحرت مزيان. والسر ديال هاد السلطه ديال الفلفله ومطيشه هو انها خصها تنشف من المرقه تماما، تبقى هي الزويته ما يبقاش فيها حس المرق، يعني نقلو عليها العافيه ومره مره وحنا تنحركوها ونخليوها حتى تنشف، ما تبقاش فيها بصفه نهائيه المرقه، يبقى لنا هي الزويته. بل هنايا عندنا خيزو مسلوق، وهاد الاله كيف ما تتشوفوا اللي تنوضفوها في الفاكهه تنقطعوا بها تنديروا بها سلطة فخوي باش تتعطيها لنا على هاد الشكل الدائري، تنحاولوا مره مره نغيروا فيها. قطعت بها خيزو نبدلو الشكل تيجي الشكل ديالو مغاير شيئا ما، ممكن تنديروا هكا اولا الا كانت مناسبات نديروهم في القطبان ديال العود حتى نشرملوهم ونساليو ونقدموهم في دوك القطيبات ديال العود. بالنسبة لهنا تنديرو واحد جوج معالق ديال القزبر اللي قطعنا، وضريس ديال الثومة محكوك، وطريقة ديال الملحة، زويته بلديه، وللاشاره السر ديال البنه اللي تتكون في الخضره راها تجي رائعه، يعني هي سلطه، يعني هي خضره هكذا سلطه ديال الجرده اولا اي سلطه الخضره الا بغيتوا تسلقوها السر ديالها في البنه هو اننا تنديروا معها دريس ثومه شويه الملحه واحد العريش ازير اولا ورق موسى على حسب الذوق، ورشيشه ديال الابزار، ومعلقه ديال الزيت، ولا بدا واحد المعلقه ديال الزيت فين ما نبغيو نسلقوا الخضره نديروا معاها هادو، راها صدقوني تتجي لذيذه، تقدري تاكليها بلا شرموله بلا العطريه بلا ديك لاصوص المرافقه الصلصه المرافقه، هي هكاك بوحدها تتجي لذيذه. هنا زدنا شويه ديال التحميره شويه السودانيه وزبيته بلديه ونخليوها تشحر واحد دقيقه، ميم با ما وصلاش هي إيه تمشي وتجي في العافيه، ونطفيو عليها. وفي الاخير كيف ما كنت نقول دائما الكمون حتى الاخير عاد تنضيفوه باش ما تيمررش تبقى في اللذه ديالو، ونضيفو لها في الاخير نعصروا لها الحامض، واحد المعلقه ديال عصير الحامض، مع العلم اننا راه غنرافقوها بالحامض في الطبله، ضروري ما هاد الخضر مشرمله ما ترافقوها بقطع ديال الحامض. بطاطا درنا لها نفس الطريقه ديال خيزو بنفس العطريه، ما كاينش اختلاف، هي تتشرمل
ورجيت اللي مختلفه شويه عليهم، تنقطعوها رقيقه خضراء ما مسلوقه ما والو، تنضيف لها شويه ديال زويته بلديه تقريبا 2 معالق كبار، يعني تكون شويه بالزيت زويته بلديه، وندير لها واحد طريه ديال الثومه ومليحه والزعتر، رشه الزعتر حتى الاخير، هادشي اللي تنديروا لها ونخليوها تشحر على عافيه مهيله حتى تطيب، وضروري ما تنحركوها تنبقاو نحركوها. اخير تنضيف لها هاد الرشيشه ديال الزعتر اللي قلنا، من بعد ما تتكون طابت، وضروري سمحوا لي ما تنغطيوها باش ديك المريقه ديالها تتنزل، هي اللي تطيبها انتما كيف ما تتشوفوا تتوجد تجي زوينه. اخيرا هالسلطه ديالنا وجدوا، ترافقوا بهم الطبق الرئيسي سواء الحمص سواء الدجاج، مهم اللي حاضر مع زيتون مشكل وصلصات تيجيو مع اللحم مشوي رائعين. نتمنى تكون عجبتكم هاد التشكيله ديال السلطات واللحم. نتمنى الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم، ادعموني باكبر عدد من اللايكات.